السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من طوشو رمضاني اليومي والمباشر رمضان. معنا حلقة جديدة في وجدنا لكم الجديد والمفيد والممتع إن شاء الله. دائما كنتلقاو يوميا كاع أيام رمضان الكريم والفضيل شوية من بعد العصر شوية قبل المغرب باش نتقاسموا معكم الفقرات اللي وجدنا لكم. ومعايا في تنشيط الحلقات بشرى هريش. كل رمضان وأنتم بألف خير بمزيد من الأجر والثواب. اليوم 15 الشهر الفضيل، الله يتمم تبقى على خير. كنطلعوا لكم النافذة رمضان معنا، رمضان معنا وإحنا معكم فقط على قناة ميدي أن تي في ومباشرة من استوديو هذا الرباط. حاضر معنا كذلك في بلاطو رمضان معنا حبيبي في الشيبي محمد باس. الله يبارك فيك حبيبي في الأصفر. حبيبي في الشيبي زوين بدل القميجة. هذه شهادة الزور. هذه هو جواع القميجة ماشي عليا. غير هو بشرى دائما عاود ثاني التأنخ. يا سلام. غير هو بديتي رمضان بالألوان دابا نزلتي لتحت ديال دابا عرفتي واحد بعد الحوايج كيتقادو. تقدري تجيبي ديال الوالدة غدا حتى ان شاء الله جلبتي ليلة القدر. تقدري تجيب جلابة ديال الخوادري. ولكن باش كتعجبني بشرى دائما كانوا الوينات ولا ما كانوش دائما شي موتيف. لا 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 ايوا الهلا يحشمنا. شوف المهم الا تقادات 27 جلابة الحبة ديال با انا معاكم الدراري صافي كلشي كاملين. كوثر لاباس؟ لاباس الحمد لله. اه كوثر حمومي. لاباس بخير. كوثر حمومي الصحفيه المتالقه. زعما ما بانش ليك. لا حيت يلاه كنا تنهضروا نسيت ما قدمتك صحي ليا. ماشي مشكل. مرحبا بك بشرى. مرحبا بكل اوفياء البرنامج فيما تواجدوا. أدي رحبوا كذلك ونستقبلوا ضيفنا النجم الفنان المبدع البشوش والضحوك دائما عادل أباشورة بحضر معنا. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بكم وشكرا لكم الدعوة. تبارك الله عليكم. رمضان مبارك سعيد. ضحوك عبزز الهضره كتخرج ولكن ابتسامه حاضره دائما. الحمد لله. الحمد لله. يحفظك صافا سعيد. الله يكبر بك. الله يحفظك. كي داير مع المسرح شويه؟ بخير مزيان الحمد لله. الحمد لله. غادي نهضروا على بزاف ديال الامور من دابا شويه بطبيعه. مرحبا. خذ راحتك معنا سي عادل. ربطوا الاتصال مع نوفل. نوفل عوامل اللي حاضر في بلاطو الخارجي. اليك الخط اخويا. مساء الخير أسامة. تحية لك لضيوفك الكرام للسادة المشاهدين في حلقة جديدة متجددة من رمضان معنا من عندكم الاستوديوهات المركزية وأيضا من هذا الاستوديو الخاص بفقراته المتعددة وأيضا بضيفه الجديد. شنو عندك في البرنامج والفقرات اليوم نوفل؟ تعرفوا على الضيف ديالك أسامة كالمعتاد. يعني نحافظ على فقراتنا الثابتة في رمضان معانا من هذا الاستوديو الخاص. الرسالة شاف موحى فقرة مدينتي وجولة في أسواق مدينة سلا مجددا. وأيضا ضيف خاص ضيف ينتمي للمشهد الفني خاصة فن الراي. يقال عنه بأنه فنان مشاكس يعشق كرة القدم. غنى للوداد للرجاء للمنتخب الوطني لميسي ورونالدو. لديه بعض المشاكسات هنا وهناك مع زملائه في المهنة ولكن أيضا لديه أعمال خالدة حتى أنه لقب بملك الراي. ضيفي اليوم هو سامي راي أسامة. شكرا لك نوفل. غادي نرجع لك من دابا 21 دقيقة تقريبا. أما في هاد الساعتين قبل الفطور من بين الفقرات كذلك اللي تكتشفوا غادي تكون الفقرة ديال رسالة ديال الزميل يسري مراكشي وتجربة اجتماعية جديدة معنا. الفقرة ديال أشكال باسو وباسو وحاضر معنا. معنا الفقرة ديال جو وجود فين تلاقى مع الممثل والفنان فركوس وكذلك ذوق وتمتع مع الشيف محا. دقت متعرطه يقولها غير الشاف محا ما تيقولها اسامه بن جلول. غادي يقولها بابا شفتي شي بن جلول تيهضر في الطاق. عمرك اخويا عادي شفتي شي بن جلول تيقول دروكا الماتريكول دخل في مراكش في الدوجيه فهمتيني كيدوز الصيف. خاتو ضايف ولا هو تيهضر في الطاق. وقبيله في الكواليس هضرت لنا اليوم ملي درنا الاجتماع بشرى بالمراكشيه دونك بقاش في هذيك المراكشيه بدا وكتقن تقليد اللهجه المراكشيه. تبارك الله عليكم بشرى. الله يبارك فيك اسامه. غير وكان الشاف هذاك سميتو الشاف ديالنا الكبير الشاف محا ذوق وتمتع. هو براسو تيدير مجهود باش يوصلها. لا ولكن ولات ماركه دابا ولات ذوق وتمتع. تمتع معلم. سي عادل والله الا مزيان اللي جيتي. الصراحه عندي واحد خويا خصو يامبريمي شهاده الملكيه وما عرفتش كيفاش يدير ليها. واش ممكن تقول لي قطاعي انت كنظن تكون عارف هذا الشيء ياك؟ شويه انت هذاك الشيء راه قديم. لا قول لخويا حطوا غا سيناريو قلتو. انا ما عنديش التحفيظ ديال الملكيه ديال التحفيظ. درت هذه الاشاره هذه شي ثلاث سنين ودابا مازال كيدوز ياك؟ تقريبا عامين. هذا عامين. ولكن بلو سيريوزمون زعما مزيان ان نشوفوا فنان كيدير الاشهار ولكن قبل ما تجيك هذا الاقتراح هذا واش ترددتي؟
لا ما نكذبش عليك ما ترددتش. نقول لك علاش ما ترددتش؟ لاني كنت بلوس ماشي اول مره كندير الاشهار. ديجا كنت درت مع شركات قبل من ناحيه ديال الفلاحه سيرتو انني بزاف كان الاشارات اللي خدمت هي على الفلاحه على الماء، يعني حتى هذه المسائل العقاريه كذلك فهي عندها علاقه. فانا عندي تقريبا هذا التوجه يعني بلوس لا بوبلي كنخدم كنخدمها في كل ما هو توعوي بحال الفلاحه الزريعه على الماء على القانون ديال البير الناس كيفاش تحفر البير. دونك انا عندي التوجه اكثر ما ان اون مارك ولا شي غون سيرفاس اللي كندير ليها الاشهار ولا هادي. واش في نظرك هاد لي ميساج اللي كيكونوا في هاد لي بوب كيقدر يوصلوا للفنان اكثر من انه يعني يوصلوا لشخص عادي في نظرك؟ داكشي علاش كيخسروا مثلا فنان مشهور محبوب عند الجمهور؟ بطبيعه الحال لان بالحكم حتى انا جدي فلاح بفلاح حتى انا كذلك باقي في العروبيه باقي في الفلاحه باقي في هادشي كامل. ولكن دونك كل ايماج ديال الفنان كتكون اقرب باش يدوز له ميساج. انت دابا الا غتحفظ واش كترجع تفرج في الاشهار باش تعرف؟ عندي ما نحفظ نقول لك نحفظ على السيناريوهات ديال الافلام. لا ما عنديش ما داكشي اللي خلينا دابا من الفلاحه وشهاده الملكيه وداكشي فين وصل؟ واش كاين شي بروجي ديال الدكتوراه ولا ما كاينش؟ الناس معنا ان الماستر ياك سالا وان شاء الله هذا العام غادي نسالي ان شاء الله وان شاء الله باغي نونشيني نيشان تقيد في الدكتوراه في نفس التخصص ديال الماستر نيشان سي ان شاء الله. كنحاول نزوج لان انا داير ماستر في لا ميزيولوجي لا ميدياسيون كولتوريل علم التحافه يعني في السيونس دي ميوزي ولا ميدياسيون كولتوريل كذا كيفاش نقدروا نشطوا المتاحف في المغرب سيرتو المغرب دابا كيعرف فيها سياسه جديده انه متاحف جايين عندهم مستقبل عندنا فنانين تشكيليين كما عندنا في الاركيولوجي في الاثنوغرافي يعني عندنا تاريخ كبير. دونك خاصنا الفول لو ميتر اون فالور خاصنا نقدموه في واحد الوضعيه اللي تكون مناسبه باش نشجعوا المغاربه يشدوا في التاريخ ديالهم. عادي الاب تراب اللي كيعرفوا الناس هو انه ممثل تلفازه سينما مسرح ولكن هو استاذ جيد ديال التربيه الفنيه وعنده تلاميذ وعنده طلبه كيدرسهم. عندك صحاب كذاك الضحك وذاك الشيء عرفتي في لاتولي قاصح ناري عطيك الدليل بيبان اللهم تنفستي مزيان تحيد لك الريح اللي تحيد باش يقول الريبليك بحال اختي استاذ ديالو بصح كوثر. اش كتعاودي؟ لاباس الحمد لله اسامه. لاش كتعاودي؟ شنو تعاودي لينا؟ خبيرات واحد وجدنا مع الناس اللي ديال البرنامج نسولوها صافي عليك بخير. كنعاود واحد الخبيره اسامه ديال واحد الخبيره قريتها وعجبتني صراحه بما انه يعني كيف ما قلنا الشهر ديال رمضان هو الشهر ديال التضامن. شباب من الاردن مجموعه ديال الشباب داروا واحد المبادره جميله جدا انهم يعني كيتجمعوا كيمشيو لاماكن بحال مطاعم او يعني البلايص اللي كيكون فيها الاكل بشكل كبير يعني او بعض العرضات اللي كيكونوا ديال الفنانين وداكشي وكيعاودوا يجمعوا هذاك الاكل يعني وكيعاودوا اونباليوه وكيفرقوه على الاسر المعوزه. في النهار كيقدروا يوصلوا ل 100 اسره ولا 150 اسره اللي كيعاودوا يفرقوا عليها هذيك الاطعمه. فبانت لي انها مبادره جميله جدا ممتاز لان بالاخص في شهر رمضان كيكون يعني الاسراف يعني كنصرفوا بزايد ديك مائده الافطار كتكون يعني تاكل انت وياكلوا الناس معك. انا وقعت لي واحد الحادثه جميله جدا وفعلا في القلب وكتقول بانه باقي الخير في الدنيا. البارح فاش سينا المباشر هنايا في ميدي ان تي في مشيت للدار باش نفطر ودنت عليا المغرب في القنطره ما بين صلا والرباط وقفوني واحد الشباب شيروا لي ما عرفتش علاش في الحقيقه في الاول خفت وما يعطوني باش نفرق الصيام. يا سلام قلت لهم بشحال هما يقولوا لي لا فابور لان حنا يعني افطار صائم. فين جات فاش انا غدا ندوز لعيا في القنطره في القنطره ما بين صلا والرباط عادي عرفتي واحد لي جون وقفوني بحال هكا عطاوني هذيك الكرتونه بحال هكا. فاش مشيت للدار كنلقى القرعه ديال الماء وتلقى الديب وتلقى الديسير وتلقى ياغورت يعني وجبه فطور كامله وهذه الاشياء يعني جميله وجميله جدا والله قدرنا على فعل الخير بالاخص هاد الشباب اللي فعلا كيقوموا بهذا العمل الجميل والجميل جدا. بس انت دولينا على شي دراسه ياك؟ واحد الدراسه مؤخرا تدارت حول الشعوب الاكثر غضبا وعندي سؤال لكم يعني فاش كتصنفوا المغرب؟ الشعوب الاكثر الناس اللي كيكعاو فاش كتصنفوا المغرب التصنيف ديالك؟ المغرب ما غيكونش متقدم في هذا ياك حيت عندنا حنا الدنيا هانيه وقع اللي وقع ما عنده حتى حاجه ولا منطقه كيفاش ما نظنش المغرب غيكون متصدر من الاولين فاش كتصنفوا المغرب؟ في المراكز العشرين يعني لا شوف انا احنا ما كنتعصبوش في افريقيا احنا ما كنتعصبوش دغيا ما كنتعصبوش دغيا انا كنظن ان دمنا حار دمنا سخون دغيا نكونوا كنتعصبوا ماشي من العشره الاوائل ولكن غنفاجئكم الاخوان فاش احنا مع الخمسه الاولين في العالم كاين ما تعصبنيش اخويا ما تعصبنيش اخويا
تقولها صاحبي من الاول ما كانت تصبوش حنا الدراسه شنو فيها فيها الميساج ديالها هو واش كعيتي البارح فالاجوبه تخدات من هذا الشيء واش كعيتي يا بشرى البارح كاين حريه جابوا هذا زعما بغى يقنعونا راه مغربي دويش بغى يقنعونا لا ريجي زعما حطوا لنا هذا زعما الايماج زعما راه مغربي تصبوش زعما الفريق غضبان وكيضحك غضبان والسعاده تخرج من العينين هذا مقلق ولكن سويسري مرتاح فلوس داخله اجي تقلق اجي دوز حدا شي مارشي مع هذا الدراسه مربطنا يلا سي فري كاينه ارمينيا الاولى العراق ايران فلسطين عاد حنا دونك حنا من بين اربعه الدول واش عالميا العرب هما اللي كيتزعموا هذا لا لا حنا تبارك الله كنصدروه انا تنقول غدا عندنا حنا على حسب المناطق ياك اخر مره غضبتي سي عاجل وهي راه كتقدر تغضب يوميا زعما المساله عاديه كتكعك انا سمعت شي خويره قالوا لي طحت غيبت غيبتي كاع كتغضب حتى كتغيب طلع لي السكر في هذه هي الطوب اللي تعصبت فيه انا سمعت شي خويره عندها علاقه بشي طانوبيل غضباتك شي مره شي طانوبيل شي بيعه وشريه شي شي بيعه وشريه ديال شي طانوبيل كعيتي ايوا قيل النهار اللي تسرقت لك الطوموبيل لا ماشي لا ماشي الدولة لا لا شي بيعة وشرية داخلين فيها السمسار لا 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 ما كايناش هاد القضية لا ما كايناش هادي لا انا حيت ما كايناش هادي مسكين كاع ما كايتعرفش شاري من عند العائلة انا اصلا كنتبنى فهمتي كنشري طوموبيلاتهم تيبقاو بيناتهم اخويا كندور وقيل المصدر عطاني ابو بكر صافي ما صدقاش سولتو على عادي حرق المصدر ديالو المصدر عطاني على عادي على راسي كيفاش غيبتي شي نهار غيبتي شينا؟ تاع بعصب بعصب وي تعصبتي على الخدمة؟ تعصبت على الخدمة ستريس دو ترافاي تورناج ولا مسرح؟ مسرح معناها نوفل انت واش ياك مثلا انت كتعصب؟ انت شوف عيني شوف شرارات الغضب خرجت انا كنتعصب اسامة انت واحد ما يعصبك اخويا لا لا تحياتي بعد للسي عادل مرحبا به معنا في رمضان معنا شاب جميل صراحة اعشقه بشكل خاص وأعماله أيضا الفنية الهادفة أسامة الغضب موجود في كل مكان ولكن بغيت تسول باس وهالدراسة فين كانت يعني من أقام بالدراسة على مستوى المغرب وش عنده شي إحصائيات أنه الغضب أكبر في الوسط من الشمال من الجنوب إلى غير ذلك نعرفه شوية ربما المزاج العام حسب المناطق الجغرافية راشد رفيق وقت رمضان أحرق على المصادر اليوم تأخرت شهر ورطيني صراحة أكيد المغرب يلا برلمان شموه في أول الشهر اوكي دونك الدراسه هي دارت في السوشيال ميديا لان كيتلاح واحد السؤال ديال يعني واش كنتي مقلق البارح وكيتجمعوا دوك الاجوبه ومن خلال دوك الاجوبه كيتحط هاد السونداج هذا وكيعرفوا فريمون الجو اللي فانا قلبت قلبت على المغرب لقيته في المرتبه الخامسه وشوكاتك قلت انا شكرا بزاف نوفل الا بغيتي توحلنا بشي سؤال صعيب بحال هذا مرحبا ما كاين حتى شي مشكل غادي ندوزو دابا لفقره النبايز ديال المجلس المستشاري اش دقه جيب لي احصائيات حنا النساء الحوامل ما تقلقش خويا بزاف تعصبش خويا راه ما تعصبنيش في هذا الشيء ما يقولش لي الاحصائيات ما تقولش ليه بوناني نمشيو الفقرة ستوري ومنصات التواصل الاجتماعي ما تزال تتفاعل مع مستجدات الصراع اللي سمعنا عليه كامل بين العملاق الصيني في الاتصالات هواوي والحكومة الأمريكية ممثلة طبعا بعدد من الشركات الأمريكية وعلى رأسها جوجل اللي رفضت أنها تعطي يعني أو لحظر تحديث نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي مستقبلا منشورات ديال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعضها يعني كان جاء يعني بطريقة ساخرة تحدث يعني على المستقبل ديال هاد الهواتف بعد الحظر وبعدها الاخر كان اكثر تحليلا ربما حيث يعني تحدث البعض على الابعاد ديال هاد الصراع اللي ربما الظاهر ديالو هو تكنولوجي ولكن ربما الباطن ديالو فيه شي شويه ديال الاقتصاد مع ديال السياسه بين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه وكاين البعض كيقول على ان ربما الهدف هو الحد من طموحات ديال هاد الشركه الصينيه العملاقه اللي كتطمح انها تصبح اليوم الاولى عالميا وإضافة إلى عرقلة الجهود ديالها في كيف ما قلت أنها تصبح الأولى عالميا شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G علما أنه يعني السنة الماضية صنفت هواوي الثانية كأكثر شركة مبيعا للهواتف الذكية في العالم من بعد سامسونج بعد ما هاد المرتبة كانت كتبوءها أبل وربما هذا هو كيف ما قلت الظاهر أو الباطن عفوا ديال هاد الصراع بين هواوي وبين الولايات المتحده الامريكيه تليفوناتنا واش شينوا ولا دوريجين
ياك عادي نبقاو نديرو ديال دانون وخايب نمشيو دابا عند واحد الفنان دوريجين دائما متألق هو فركوس اللي تلاقى مع جود. إليكم فقرة جوجود. جوجود وكاميرا رمضان معنا كان عندها لقاء مع الفنان عبد الله فركوس خلال تصوير المشاهد الأخيرة من سيت كوم البهجة تاني. تكلمنا فيه على المشاريع الفنية ديالو أشياء كثيرة. الحاج مرحبا بك. مرحبا بك يا حبيبي في حي البهجة تاني. حي البهجة تاني. البهجة تاني تاني. تانية 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 اللي جاء يجي مرحبا بك لحي البهجة. فرحان سي الحاج بالبهجة تاني بعد ما نجح البهجة الأول. وهو في الحقيقة أي عمل كتكون داخل ليه وكتلقى فيه فنانة في المستوى وتلقى لي تكنيسيان زوينين وكتلقى الناس المكلفين بالإنتاج زوينين كيعجبك الحال وكتقول علاش ما يكونوش الإنتاجات بحال هذا الشكل. هذا كاستينج جديد ومختلف على الكاستينج الأول مع احتفاظ بعض الأسماء. كي دير الكاستينج ديال البهجة يعني كي جاك السي عبد الله فركوس؟ هو الفكرة زوينة حيت دابا بحال إذا قلتي هذا الحي ديال البهجة تبدل فيه الناس عام. كاين اللي كان كاري ولا مشى وكاين اللي عاود جات عنده أخته وكاين اللي مخلص طريطة ومشى بحالاته دابا الجزء الثاني اللي جميل فيه هو الإضافة ديال هاد الممثلين المقتدرين زعما تتحس بانه راه كاين ثقل فني وهذا هو اللي جميل تيكون في العمل الفني ملي تيكون عاطي الصدى ديالو ملي تيكون فيه مهنيين. هذا هو اللي جميل في هذا الحي البهجه ثاني تنقولوا. والجميل اكثر انه حنايا اليوم في كازا بلانكا وكنحسوا براسنا في مراكش. انا دخلت قلت واش انا في مراكش؟ لا حيت اش قلت لك قبيله حيت ملي تيكون عندك تقنيين زوينين. دابا كاين مصطفى تابيت الديكوراتور هو الشاف ديال الديكوراتور زعما ملي جينا عاود شفنا الديكور حيت تبدل ماشي هذا اللي كان اولا وسع الزنقه وزاد فيها بزاف وزدنا فيها ديك الحانوت ديال العطريه وزاد فيها داك الرياض الدخلاني تتبان لك بان راه كاينه احترافيه. شنو المشاريع ديالك من غير حي البهجة خلال شهر رمضان؟ كاين المشروع اللي غادي يجلس في القناة الأولى مول هوندا فيلم تيليفزيوني مول هوندا تنهضروا على ذاك المعاناة ديال مول هوندا اللي ما تطرقنا لواحد الموضوع اللي ما شحال اللي ما تطرقوا ليهش ما زعما السيناريو ما تطرقوا ليه تطرقنا لذاك مول هوندا كيفاش يعيش كيفاش كذا كيفاش مع نسيبته مع نسابه مع ولاده كيفاش الحياة كيف عايشها ذاك الإنسان البسيط القنوع اللي جاب الله تيقضي به وحمد الله وشكر لك الله وينضى وبخير وعلى خير. الحاج دائما كتطرق المواضيع اللي كتقي الشعب واللي كتشبه للشعب. شنو الموضوع اللي باقي تطرق ليه وباقي ما تحتش الفرصه انه تكتبوا السيناريو او لا باقي معطل شويه هذا الموضوع؟ وهو هما كاين بزاف ديال المواضيع باش يجيو لانه ملي كتكون تتجلس مع في الحومه ديالك مع الناس اللي كبرتي معاهم وداك الشيء تتكون تتناقش مع الدراري تيكونوا تيجيك شي موضوع ما تكونش داير بحسابه تتلقاه حداك وكيعطيك شي فكره شي واحد وقع ليه شي حاجه الا ما كان جزار ولا كان شفناج ولا كان تيدير داكشي ديال الدروغري ولا حيت الحراف هي السيناريو اللي تينجح واللي يبغي الشعب المغربي يشوفوه هو اللي تكون شي حرفه عايشينها يوميا. ملي كتكون شي حرفه عايشها يوميا الجمهور المغربي تيمشي معاك. ملي تكون شي حاجه اللي الصباح تيدوز عليها واللي زوينه ويكون تيدوزو تيمشي وتيجي عليها وما رديهاش ولا بحال مثلا داك اللي تضرب الدكتيلو داك اللي كان لا داك اللي تيكون في القوس بحال شي قوس بحال هذا داك دوك اللي تلقى دوك الكاتب عمومي وتتلقاه في شي قنيته دابا هذاك ما عمر طرق ليه شي حد. هذاك راه موضوع مخير. هذاك الراجل الممثل اللي تعطيه هذاك الدور من غيرك انتيا ايوا غادي نعطيه الظهره سي محمد الدهره الصدقه يجي معاه هذاك الشيء باش يبقى تيطك تك 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 وبدا تيهضر مع الناس حيت هذاك ان بيرسوناج اللي خصو يتستغل. عبد الله كيف كدوز نهارك في رمضان؟ بحالي بحالك والله ماشي في النعاس. انا راك اغلبيه الوقت كنصوم كنعس بزاف ديال الوقت يا بيت تسمح لي اذا تسهر بالليل هذاك الشيء. علاش انتم الصحافه تتسهروا بالليل حيت الله يكون في الهوان الكتابه ثاني والتقارير وداك الشيء وطبعا اللي تتعوض بنهار حيت تخدم بالليل يكون كانت الاجواء باش تخدم بنهار راه كيف العاده ولكن الليل تبغي تشرب قهوه تقعد عاد تجبد الموضوع ديالك. حنا لا حنا انت بنهار الا كاع كان شي تدريب ديال شي مسرحيه ولا شي حاجه تيكون بنهار ما يمكنش تدرب في الليل تدرب في النهار وتمشي النهار زعما ما بين الظهر والعصر المغرب هذيك الوقيته كتستغلها بزاف ديال الحوايج.
تشكراتنا للحاج فركوس على هذه النصائح. مازال حاضر معنا عادل ابا تراب. غادي نرجعوا في الجزء الثالث هنايا لهذا البلاطو المركزي، ولكن دابا معنا نوفل العوامله والبلاطو الخارجي ديالو. غادي نربطوا مع الاتصال اذا مع الجزء الثاني فين غادي يكون الضيف ديالو الفقرات اللي وجلنا نوفل بعد الفاصل. فاصل اذا من بعد نواصل. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مجددا في الجزء الثاني من برنامجكم اليومي على ميديا ان تي في رمضان معنا. اليوم نرحب وترحبون بفنان نجح في فن الراي وفشل في فن الحياه، فنان يعشق الهجوم ولا يرنو الى الدفاع. غنى للمغربي، لفلسطين، للوداد، للرجاء، للمنتخب الوطني. صراحته جلبت له العداوات من داخل وخارج الوسط الفني، واليوم سنحاربه بسلاحه الهجومي املا بحوار هادف. ضيفي وضيفكم اليوم في رمضان معنا الفنان سامي راي. سي سامي مرحبا بك. الله يحفظك خويا نوفل، شكرا لك وشكرا للطاقم اللي كيسرعي نجاح هذا البرنامج الجميل. شكرا للقناه ديالكم ميدي ان تي في، القناه المحبوبه اللي الحمد لله في العالم. مرحبا. وانا جد مسرور للتواجد ديالي معك، وشرف كبير نكون معك في البرنامج ديالك. جاتك المقدمه فيها من الحقيقه. فيها بدات من الديبار فيها شويه. فيها الحقيقه ولا الحقيقه؟ قلتي الحقيقه. انت مشاكس كتعترف، ولكن فنان ناجح في الراي، هذا لا يختلف فيه. الله يحفظك. مشاكس نورمال ممكن نقدر نبان الناس مشاكس، لان كنهضر شويه قاصح. انت قلتي انا في طفولتي كنت في الحومه. انا هو نورمال. انا قلت الحقيقه بزاف ديال البرامج. مش انا انا كنت باسل في طفولتي، ماشي بمعنى البساله اني كنت عبد لا سمح الله ولا كنظلم، ولكن ما كيقولوا بالدارجه ما كتسرتش ليا، ما يقدرش شي واحد يحقرني ولا يظلمني. كان اكبر جسمانيا او نفوذا. الرجوله هذه كتسمى وامي مطون. دابا كاين بزاف ديال الفنانين اللي كيسولهم بعض الاستجوابات ما كيقولوش الحقيقه، ولا الناس كيقولوا شنو فين دوزتي الصوره. ما تعطيش امثله الله يرحم الوالدين. ما تعطيش الامثله، مي كيقول فين دوزتي الصوره، كيقول لك كنت كنلعب الكور، كنت كندير الفروسيه. الكور باقي ما تنشرش. ايوا الكور كيدوز غير وحده كيدوز كيشوف. قلتكم يعشق الهجوم ولا يرنو الى الدفاع، ما بغيناش. هذه الحقيقه. صحيح صبري، ولكن شوف من ليس له ماض ليس له حاضر او مستقبل. اللي بغى يزور ماضيه داك الشيء شغله. وانتم للاسف في الساحه الفنيه، للاسف يعني مش الساحه الفنيه المغربيه، العالميه، المصريه، الشرقيه، السوريه، يكثر فيها التمثيل والخداع نوعا ما وتزويق ربما الواقع. وكنا ما بغيتش ندخل في تفاصيل هذا المعمع. سامي راي ماشي كنيتك راي، هذه امر اكيد. شنو الكنيه ديالك؟ راي سيلي ستيل. اكيد الكنيه ديالك شنو هي؟ الكنيه ديالي بطربوش. هذا الاسم العائلي. اوكي انت سميتي راي، هذا اسم الراي. سي ملي كتقول سامي راي سي لو ستيل ديال الراي. يعني فهمتك، ولكن سماك شي حد ولا انت اخترتي الاسم الراي؟ لا لا، اسميه ديالي هذه، وديجا الراي سي لو ستيل. فهمت. حيت كل واحد كيسمي راسه على حسب الستيل اللي انا ما بغيتش ندير الشاب. علاش؟ انا فكرت ديك القضيه ديال حيت كاين الشاب خالد، الشاب مالي، وخوتك دايرين الشاب. الشاب، ولكن انا من الديبار ديال درت هذا العاود نقول انا درت هذا الاسم، لان يقدر بلا ما يكبر شويه يجي حشومه تقول له الشاب والسيد في عمره 60 عام. فضلتي الموسيقى على القرايه؟ وكانت حوارات عائليه مع الوالد ديالك مع حقيقه كدا. الحقيقه كان عندي مشكل ما بين، ما حاولتش ننسق ما بين القرايه ديالي. ماشي مشكل، موهبتك لقيتيها في الفن، وغنيتي عمرك 6 سنين في فرق المدارس وغيره. اول خطره نشد الميكرو كانت عندي 6 سنين، كان في المناسبه ديال عيد العرش. نعم. في عهد الحسن الثاني الله يرحمه. يرحمه. وكنت غنيت داروا لي الميكرو في المسجله وكنغني في المدرسه. نسمعوك؟ اي نسمعوك، نسمعوا مقاطع الفنان سامي راي ثم نعود لمواصله هذا الحوار. حاولت باش ننساك يا حبي ما قدرتش ننساك، حاولت باش ننساك. اهلا بكم من جديد. اذا هذه قصة حب ياك؟ قصة حب. واخترت حياتها. اخترت حياتها. يعني مقطوعة انا اخترتهم بالصدفة صراحة، ولكن هما من اخر اعمالك ياك. سبحان الله، واحد القضية اللي جاتني غريبة جدا، انك انت اللي اختاريتي هذه جوج الاغاني، وهو الاغنية اللي اخترت حياتها كتكملها هي المقدمة. قصة حب. اخيرا هي زعما سبحان الله كيفاش طحتيها هكا غير صدفه قلتي لي. يعني صدفه، ولكن بغيت التيمه ديال الموضوع الاغنيه في نفس الوقت، انه انت غنيتي بزاف الحوايج، غنيتي للوطن، غنيتي للمراه، غنيتي لفلسطين، غنيتي للام. الان رجعتي بغينا ولا ما بغيناش، بغينا ولا كرهنا، شويه رومانسي. رومانسي. وانت فشلتي في حياتك الزوجيه. في الحقيقه اربعه خطرات. طلقتي المرة الرابعة؟ هذه المرة الرابعة يلاه مؤخرا طلقت، ما كانش كملتي داك الشيء المتاح دينيا. مثنى وثلاث ورباع. ساليتي دابا علاش كتقلب؟ كنقلب دابا، والله إلا شديت فلان أمان دابا تكونسونتر غير مع لا كارير. شحال في عمرك؟
دابا عندي بكل حقيقه واخا صراحه ما كيقولش الراس ديالو عندي 37 عام ما شاء الله باقي صغير راه شرفنا اربعه العيالات وعندك اطفال لا ما عنديش والو سبحان الله ما كتبش ما ظلمتيهمش احسن بيني وبينك لا دابا المشكل هما هاد الناس كاملين الله يعم راس لا يعني ماشي كان غير داك المشكل سبحان الله ملي ما كيكتبش الربان يعني الانسان ملي ما كيحرم لا كما كيقولوا مع شي وحده راه شي من عند الله كيجي والمشكل ديما كيكون رئيس ديال جالوزي ديما حيت الفنان صعيب يتزوج ويدير اسره كاين فنانين ناجحين سامي اخويا نقول لك بصراحه كاينين نجحوا واستقروا على امراه واحده وكاين دي كوبل عندنا في الساحه الفنيه انا كنشوفهم انا كنتلاقى معهم في بزاف المحافل وكذا يعني كتلقى واخا تلقى مراته وكذا تلقى واحد كيشرق واحد كيغرب فهمتيني يعني ملي كتكون داك 100% كتكون شي حاجه كيكلوش لان معروف من زمان ايام الفن القديم الناس اللي فاتوا هنا ما عمر الفنان ما كيكون متسام 100% قليل واحد كتلقى متسام على الفيديوهات ولا وكنت كتطلقها شويه في المهرجانات وداك الشيء انا عندنا صور ليك وانت كتدخل فيستيفال ومعاك البادي جاردز ومعاك أنا الحمد لله ديما شوف اول حاجه ديما ولد الشعب يعني انا اول واحد ادم وقوت انا اللي خرج داك القضيه اللي كيديروها بزاف ديال الفنانين اللي كيهبطوا عند البيبليك من العصين اول واحد داره هو لعب الطائف الراي كيساعد على داك الشيء لا الراي في يعني لا في الموسيقى ديالو في الكلمات ديالو فيها تقدر انك تكون ماشي كاظم الساهر جالس كيغني انا وليلى مثلا اللي تستدعي الوقوف ومع كاين المغنيين الشعبي اخي نوفل كيغنيو تاهما الموسيقى فيها لومبيونس لكن ما يقدرش يهبط هذاك باش تهبط عند البيبليك راه صعيب انا كنت كان هو في الاول تحدي لان ملي كتهبط عند البيبليك راه فيه بنا في الوعي ديالو بنا ماشي في الوعي ديالو يعني يقدر يضربك حجره يقدر صح. يضربك شي حاجه يعني خصك تكون عندك حاضر بقوه في المهرجانات الحمد لله شحال مهرجان تبارك الله درتي العام اللي فات العام الاول تقريبا العام كله شي 21 ولا 23 بحال هكا حول المغرب في المغرب كله درت دو فيستيفال في كندا في مونريال تبارك الله كان فيستيفال ناجح شاهدت بعض الاصدقاء في البحث عنه يعني داز داك الشيء مزيان والحمد لله ماشي نقول لك هذا ماشي حيت انا في المثال يعني مغني معروف لا واعر ولا الحمد لله انا باقي كنتعلم الحمد لله داكشي سبحان الله من الله ورضا الوالدين راه الا عطاك كنتي مطبوع يعني ينصركم الله فلا غالب لكم كنت قلتي واحد الهضره انه بديتي بالملاهي الليليه ومشي عايب وهي مدرسه وما نعرف شنو من بعد ما بقيتيش مازال مقتنع بنفس الكلام اللي قلتي لا انا خدمت في الكباريات بزاف في لي كاباري خدمت في لي بوب شنو هو الفرق ما حس ما كاين ما كيفرقش لي بوب كنخدم لوكسيدونطال يعني مع الدري الغربي كنغني مع الانترناسيونال كتغني غربي بلغات لا كنغني الراي الانترناسيونال خالد شي حاجه دمامي هذا الانترناسيونال كيف يعرفوهم الكور وفي الكاباري كتخدم اوريونتال كما كيقولوا كتخدم مع المغاربه وكذا يعني هذا هو الفرق ما بين لي فهمت ولكن انا كنقول لك هذه القناعات اللي عندك مازال محافظ عليها انه مدرسه عندك تخدم في الملاهي الليليه وي الملاهي الليليه راه مدرسه راه شي الفنان اللي ما داش على في الملاهي الليليه ما انا ما كنستعرفش به بالعكس ما كتحشمش من نفسك انك تقول هذا الكلام لا بالعكس تقول ياخذوا علي نظره ما غاديش ما نكونش نحسن مع عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد هاد الفنانين القدامين الكبار اللي خلقوا تخلق معهم الفن وكبرنا عليهم ولا يدهم كتأدي ثمن صراحتك ربما في علاقاتك الخاصه عندك مشاكل بزاف انت ماشي مشاكل بزاف دابا البروبليم اللي كاين الدومين ديالنا نهضر بشفافيه اخي نوفل لا تفضل مرحبا ولكن بدون اساءه لاي شخص لا ما غنجبد حنا في رمضان ما نجبدش شي انا بعدا اللي عندي معاه شي حاجه اللي دار لي شي حاجه الله يسامح له انا مسامح له الدنيا اللي عندي كاع معاه في هذا النهار هذا وفي هذا الشهر الكريم اللي شي حاجه بيني وبينه مسامح له هو يسامح لي ما يسامحش بالراس ولكن انا كنسامح شهر التسامح رمضان ماشي مشكل غير باش ندخل في الموضوع اخي نوفل اكبر يعني ميليو كما كنقولوا حنا اللي فيه المنافقين هو هذا الميليو هذا لحد الان اقسم لك يمينا ورا العواشر هذه إما شت لشي واحد في العين ديالو شي فنان كنتلاقى مع فنانة بزاف في العين في القلب ديال مومود عينيه الصدق مقصح نتايا لا ماشي مقصح دابا المشكل هذاك المنافقين داك النفاق شي خطر انا بحالي انعزلت عليهم انا منعزل ما عنديش صديق ما عنديش صحابي في الفن ولا واللي كانوا عندي انعزلت عليهم علاش لان لقيت غير النفاق يعني بنادم كيجي كيسلم عليك ولا يسلم بليتو ماشي عليا انا كنكون جالس معاهم كيجي يسلم شي مغني ولا مغنيه سلام صافا كاين شي جديد تبارك الله شفت الكليب ديالك زوين لافوا هو كيدور وهذاك ما كاين شاي ولا غير نتيني كاين هذا الشيء النفاق موجود يعني خاصه موجوده دونك شي في هذا الميليو ديالنا كاين نفاق 100% ولكن كاين بعض الاسماء التي نتفق على خلقها الدمث نتفق على مسارها الفني الجميل نتفق على انها يعني من الناس المؤدبين وماشي من ذاك الانتوراج ربما اللي هدرتي عليه ودخلتي فيه طول وعرض نجبد لك مثلا الدوزي في الحقيقه زمان ما كنتش كنتظر تسولني هذا علاش ما هذاك شي حاجه اللي
تنسات زعما اللي ديما ديجا داز ودوزي في التصريحات ديالي اللي قلت انا باقي كنقولها وراه رمضان هذا اقسم لكم يمينا وهذا رمضان اللي هو اللي اداني في واحد البلاطو كنا كنصور واحد البلاطو بلا ما نقول القناه ودار واحد لو جيست يعني شد الشاب ميمون الله يرحمه راه هو في دار الحق وحنا في دار الباطل الله وشد له في يديه وخرج قدام البيبليك وقال له هذا اللي كيبقى ديما في البوز ملك الراي المغربي يعني بحال بقى بحال كيدق عليا بواحد الطريقه زعما راه ماشي انت هو ملك الراي المغربي انا كنحترم على السينما دابا الالقاب لا تسمن ولا تغني من جوع سي سام لا يعني الالقاب المشكل فقط مساله تشريفيه لا اكثر ولا اقل ولكن انا معك اخي نوف كنقول لك انه مثلا انت اذا كنت مثلا يعني الفنان المغربي يرى اخر في نفس المجال تقريبا وناجح ما شاء الله علاش ما تكملوش بعضياتكم انا كنقول السبب محيت تولي انت ملي تشوف مثلا مصريين عراقيين لبنانيين سوريين دي زالجيريان دي تونيزيان كنخرج في المنابر الاعلاميه اونون ديال لو غوا دو غي ماروكان ولا اصدر ملك الراي المغربي ولا جديد ملك الراي المغربي في جرائد عربيه يعني انت بالعكس انت كمغني مغربي خصك تقول سامي راه تبارك الله وانت راه كتعرف النيفو ديالي في الغناء في المساله كنهضر على الدوزي فهمت كتعرف سامي شنو كيسوى وشنو لي زوكتاف اللي عنده في صوته والدوزي حتى هو عنده وانا غنيت مع الشاب خالد يعني ملك الراي وتعرف بيا الدوزي عنده حق الرد على ما قلت يعني الى بغى يرد ولكن انا جبت هذا الموضوع انا غير السبب هو جبدني في بلاطو باش هذه القصه والروايه ديالك سامي انا السؤال فقط اعطيت فيه مثال يعني انه ولا الخلافات ديالك راه مع الدوديه صرحتي في حقها مع ستاتي على ما اعتقد كاين بزاف لا 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 كاين بزاف التصريحات شوف مع امك شوف واحد القضيه راه غلط باش الناس بهذا المنبر نقول لك واحد القضيه الناس خصهم يستافدوا مع القضيه راه شي خطرات كيكون كيعطوك شي صحفي كيدير معك انترفيو وكيسولك شي سؤال بعيد في المساله شي فنان انت كتجاوب عادي تلقائي هما كيديروا العناوين كيتقطع داكشي ودار العناوين ما يمكنليش نتابع انا جريده ولا في المساله واحد شد لا فيديو من عند الجريده وحطها في لاشين ديالو كتب شي عنوان ما يمكنليش انت يعني ماشي غير هادشي كيوقع لي في الفنانه كاملين فهمتك شحال من فنان كتلقى راه كيحارب هذا الفنان كتدخل كتلقى له حرب لا ولا غير هضره باش يجر الناس انا مع الحمد لله شوف ما كان مع عمري كان عندي شي خلاف لا مع الدوديه لا مع هذا اللي قلتي لي دابا ستاتي سولوني على القضيه الصداقه اللي بدا كيدير بالكاميرا سولوني صحابه قالوا لي واش قلت لهم ما كانش الصداقه يقدر ديرها بلا داك الصدقه الله بلا ما دير الاشاره هادشي اللي هضرت يعني سي سامي ربما هذا كنهضرني شي كيما فهمتك ربما بعض الامور يعني تكون خلافات مجانيه مع الناس اللي تحدثت عنهم دابا كتكون خلافات مجانيه تحريف لبعض التصريحات اللي قلتي انت تعبير ربما من انك تلقائي بدون ديك المقص الرقيب اللي كنديرو انا خذك لواحد الفقره ثالثه بعيده عن هادشي اي قلت لك لغات الخشب ولكن هذا لا يمنع انه كاين زملاء عندك يعني زملاء على خلق ومتميزين في مستواهم الفني وانا كنشهد صراحه الدوزي لاني معجب بهذا الفنان. نمشيو لفقره مدينه مشاهدينا الكرام وفيها جوله في مدينه سلا تحديدا في سوق البهارات وايضا سوق الخضار والفواكه هناك نتابع هذه الجوله ثم نعود فتفضلوا بالبقاء معنا. الساحه مشهوره بالبيع ديال الفواكه وبالبيع ديال التمور بشتى الانواع ديالها وبالعطريه. حاليا من كيدخل شهر رمضان الكريم تيتم الاقبال كثير على التمر، تيتم على الشريحه، على الانواع ديال التمر بالانواع ديالها كلها، ما في الجزائر التمر ديال تونس، الانواع ديال التمر المستورده والانواع ديال التمر اللي كتم على التصدير ديالها. بالنسبه للعطريه تتمشى في الاول ديال رمضان وفي الاخر ديال رمضان. بالنسبه للتوابل كيتمشاو في هذا الموسم ديال رمضان يعني كتمشاو عادي بالنسبة للتوابل العطرية، بالنسبة للتمور، بالنسبة للقطاني، شتي تمشى بالنسبة في هذا الشهر ديال رمضان. حنايا من صغرنا وحنا كنجيو السوق كبير كنا كناخذو كنلقاو الاجواء ديال الطقوس ديال رمضان ديالنا، كنلقاو التمر، الكاوكاو، اللوز، داكشي المهم الطقوس ديالنا وصافي. التوابل بحال مثلا الزنجلان وداكشي الاخر كيبدا في الاول ديال شعبان، ديك 30 يوم ملي كيوصل رمضان كيحبس هادشي، كتبدا عاوتاني اقبال على التمر وعلى الشريحه وعلى ديك الشيء ديال الحمص مثلا، المواد اللي كيتصب بالحريره وداكشي هادشي كيكون هكا.
أهلا بكم مشاهدينا. إذن هذه جولة في مدينة سلا في أسواق تشهد إقبال كبير جدا من المستهلكين خاصة في الشهر الفضيل. سنذهب إلى فاصل ثم لاستديوهاتنا المركزية في الرباط لأننا وصلنا لنهاية الجزء الثاني من رمضان معنا. العودة ستكون بعد أقل من 40 دقيقة مع الفنان سامي راي وفقرات البرنامج الثابتة، فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد في هذا البلاطو المركزي ديال ميديان تي في ديال رمضان. معنا مازال معنا ليكيب رمضان معنا والتحق بنا ميدي لاباس. لاباس الحمد لله. مرحبا بنا عند المشاهدين ومرحبا بالضيف ديالنا. مرحبا بباسو، مرحبا ببوشرى، مرحبا بنوفل والضيف ديالو، ومرحبا بيا. خليتينا حنا الاخرين صافي. رحبتي ورحب الاول. عندك تشحف صاحبي، راه مازال باغيينك مازال ديجا شحفت. لا لا لا، النشاط الحيويه معنا. عادي لعبه شراب مازال حاضر معنا. الا زقلتوا البارتي الاولى ديال ليميسيون على البارتي الثالثة مازال معنا حاضر فيها السي عادل. لاباس عليك؟ مرتاح؟ الله يلا ما انا جالس مرتاحين. كي داير مع الايقاع ديال رمضان؟ الماكلة، الخدمة، السحور، النوم، صافا بخير؟ شوية النعاس اللي كيتخربق شوية، ولكن راه كتولف عليه ديك الثلاث ايام الاولى اللي كتكون صعيبة شوية. عندك هذيك ثلث ساعة اللي خاصك تاكل فيها بحال انا غير كنفطر صافي. صافي انت السحور صافا باسو؟ سيدني واحد السيد ولا البارح كيفاش قال لي تسحر غير بالحليب راه سنه. وصلت ل 12 ديال النهار ولا عندي الجوع فرض. فرض فرض ولي دايم. منين كتجيب هذا الشيء؟ قلت ليه الحليب، ولكن قول لي نكاليب بريوان نصبغ شي فهمتيني شي حاجه. ولكن اللي كيقول لك في الفطور كل غير التمر وهذا وجلس ربع ساعه عاد فطر. دخلنا عليك زعما كل عير التمر والحليب وخصك ترتاح باش قال لك المعده وهذا. لا التمر عنده فوائد بزاف لا في الفطور لا هو مهم، ولكن لا يعني اننا نوقفوا ربع ساعه. لا لا ماشي لا، ربما ديك التوقيفه على ود الصلاه ما بين الشوطين. ربع ساعه المغرب ماله يشرح معاهم التراويح. ربع ساعه هذه المغرب ولا التراويح؟ هي المعده فين عارفه؟ هي هذا الجينيريك كامل فين عارفه؟ خصك تبقى ربع ساعه هي فيها الجوع. في السيرفيس ما عطيناش المعده. لا ما عطيناش ليها. هو بالمرات في رمضان كاين واحد كنلاحظوا واحد السخاء من طرف الجيران تاعهم بحال يامات زمان يامات شحال هذه. خصك شي حاجه وما كيجيبوها ليك، كتسول في جيرانك شكون فاطر بوحدو كتعرض عليه الى اخره. فراسك حنا الجيران اقترحوا علينا هذه يومين جاو عندنا قال لك راه غادي نفطروا في السطح، يعني غادي تجمعوا الجيران كاملين وغيفطروا في السطح ديال الدار. وهذه جاتني زوينه دونك لان قالوا لي مدام طيبه غير الحريره. لا ولكن في الاحياء والله العظيم ما عرفتش لا يطلع الفطور ما تصيبوش فطور كامل جوج درهم ديال الدقيق وجريه في العالم. كاين اللي غتجي في نوبه شغلنا. لا في كازا كيديروها الوغ كيخرجوا هكا الاحياء كاملين كيحطوا فطور على برا وكيديروا فطور جماعي. شحال هذيك حتى في المدن الصغيره دابا دوماج شحال من حاجه ما بقاتش بحال شحال هذيك. شحال هذيك كانوا البيبان ما كيتسدوش عندنا. كانت الدار كيكون محلول دائما طقوال باين دوماج. مي باقي في بعض الاحياء باقي هذا الشيء. احياء شعبيه نتمنى المغاربه علاش ما نرجعوش لذاك الشيء شي حوايج قدام. راه خبرك النوستالجي دابا ولات تديهم باش يصوبوا هذا الفطور الجماعي كيمشيو للشواطئ ولا مثلا الحدائق ولا شي بلاصه. في مراكش دابا كاينه عاده سيكو الجيران كيخرجوا يفطروا في الزنقه لان يفطروا في بانيو ديال المفما. لا مراكش الله يكون في عوان الله يكون في عوان مراكش خصيص الله الخريف كاع سيدي قاسم زاد قناعت غافطروا في الله هذو خصهم يفطروا بلا ما يتسنى. مهدي كنعاود لي واحد الطريفه غريبه قبل ما ندخلوا للبلاطو ديال داك الكيد ديال الجيران يعني الطوب. ولكن هذه راه شي حاجه ما تتخيلهاش. ما صعيبه بزاف كنت سمعتها في الراديو هي ان واحد الجار بغى ينتقم من الجار ديالو. فهو مع ميكانيك عنده الطوموبيله عفوا ماشي مشكل عنده الطوموبيله ديال جاش عنده واحد الطوموبيل باش تصاوب بحال الطوموبيل ديال الجار ديالو. فناض باش ينتقم منه صيب زور واحد البلاكه ديال الطوموبيل وركبها لها ومشى حدا واحد الرادار وبقى غادي جاي غادي جاي غادي جاي غادي جاي. زور البلاكه ديال الجار ديالو فهمتيني. الاخر وصلاتو بزاف ديال البروسيات يمشي لي النقط. ولكن الحمد لله انه ثبت على انه راه ماشي هو انه ما كانش في ديك الوقيته. اما كان هذا الشيء اللي كتقول كنمشي غيمشيو لي النقط غيمشي هو غيمشي هو. ما عرفتش واحد الصوره اسمح لي اسامه واحد الصوره على هذا الحقد والغل ديال الجيران كانت كتسرى مؤخرا في السوشيال ميديا ديال واحد شرا سياره جديده وحطها في دارو باب الدار خرج الصباح تلقى الصباغه مفرته الطوموبيله مفرته خويا ديال المقاطع. دابا شي واحد كرهم الجيران وخويا ديال المقاطع على السياره ديالو.
يقدر ماشي بالضروره يكون مجاني، يقدر يكون دري صغير، يقدر يكون شي واحد اللي مريض نفسيا. ماشي ديما نقدروا نردوا للجار هو اللي مقاطع مريض نفسي واحد عينو فيه غير البرو صافي. هذه كتوقع كامله، راه مسمار، راه غير مسمار سيروت كيرد لك الطوموبيل ضحك. قعد لك شي طريفه مع الجيران السي عاجل؟ الجيران الحمد لله، الحمد لله جيران زوين، جيران عندي دبلوماسي عادي. لا لا عمر هضر الدبلوماسيه، والله الا بصح الله عمر هضر حيت عندك فيلا ياك ما كاينش جيران حاشا داري انا سهل سهل خويا كثر من فيلا سهل قصر اخويا نبغيو عليك ما كنبغيش اتساع كنبغي نبقى مضيق وايلي عندي اتساع غير في الخاطر. لا عندنا في العربيه اتساع، حنا اتساع في العربيه. اما انا يا فيلا خاصك مصاريف ديالها، خاصك تخربيق انا والمدام ولدنا والجاردينيه خاصك بزاف. من بين اسباب التنقل في المغرب والسفر هي الجيران. دابا راه كاين اللي سافر غير على قبل الجيران، ماشي باش يتنزل يعني تحول من ظهر داكشي داك التنقل. الجيران الله يعمرها دار، ولكن ما عمرك هما سلاح ذو حدين، ما عمرك ما كتعرفوش الله يعمرها دار ولا نحتاط منهم، فهمتي؟ دائما ساكنين حداك دير معاهم مزيان، بعض المرات مشكل ما ديرش معاهم مزيان. ولكن رجبدناها قبيله على شحال هادي، شحال هادي كان العار الجار على الجار. دابا راه تبدلات كل واحد ولا لانديفيدو، كل واحد كيسد على راسو، هذا هو اللي دوموج. نتمناو نرجعوا لهذيك الجوره القديمه. مازال الحديث شيق معك عادل الأباتورة من بعد الموجز الإخباري، وسنعود فاصلة ومن بعد نواصل. مرحبا بكم من جديد، مازال معكم متواصلين من خلال فقرات ومواد هاشتاغ رمضان معنا، ودائما معنا ضيفنا الفنان النجم عادل الأباتورة. عادل بغيت نسولك، واش فيتها وقعت لك شي طريفة ولا الله يحفظ حادثة اللي اضطريتو تحبسوا التورناج على قبال؟ فسي وقعت لي في فيلم كريم بوليود، وقعوا لي في هذا الفيلم جوج الحوادث. انا كان نورمالمون خصني نسايق الطوموبيل معايا الكاميرا والصوت والمخرج، وكان الطوموبيل ديكابوطابل وغادي مكسيري في باقي نعقل في النواحي حي الحي الحسني في كازا، غادي مكسيري حتى جاتني حجر الراس. شير عليا شي واحد تما، الناس اللي كانوا واقفين كيتفرجوا وتحبس. جاتني اوروزمون ان الحجره ما ضرباتش القنت، ضربات غير بالصفيحه. دونك غير تبوقلت، ما كانش زعما كاين شي سيكاتريس. جري ما تجري شدو لقاوه دري صغير 13 عام ما بيديك والو انت، ما والو. انا سايق خدام، راه الكاميرا معايا، راه كون وقعت شي حجره كون قلبت الشاف اوبيراتور الكاميرا مشى. انا جاب الله مع الفران شدو 13 عام. قال لهم لا راه عزيز عليا بغيت نضحك معاه. قسما بالله راه كنهضر معاه، انا بغيت نضحك معاك. بدلت السيناريو كامل، عزيز عليا بغيت نضحك معاه، زعما تضحك معاه بارطاجي معاك الحب. شي عزيز عليه، عزيز عليه. كان واحد الطوبيس ولا كارتا هو دار بكم شي حادثه في شي تصوير اخر؟ هذاك في لا جوله مسرحيه. شنو كان وقع؟ هذه كان الكار خسرت فيه الكار واقيلا، كنا في طريق طابوكا ما بين الصويره اكادير وباقي نعقل في واحد العلوق، واحد العلو الجبل وكان فيراج في الاخر. جوله في الف لام، الله يذكره السي ابراهيم خي كان معايا، والسي عبد الله الشيشه كانوا معايا في ديك الجوله. دابا ما صابوا الكار بغاو خاصو ديماري، خاصهم يدفعوا الكار. ويلي دابا دفعوا الكار مع الهوده ديمارا مشى الكار، والكريسون بغى يدير، بغى يجتهد مع خمم، فكر اجتهاد، هز حجره وتابع الكار، بغى يحطه بالضبط. دائما كاينه حجره في لافير، بغى يقلبوا. عرفتي حنا شدينا راسنا كنسمعوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بقينا كنقولوا. شويه كانوا معنا الدراري السيرك، الدراري السيرك ما كانوا صغار، كيبان لك يضربوا الكار عق الله راه اجيب واحد تشط تشط بروفا. عرفتي جاب الله الشيفور دخل في الجبل، لان كان يعني كان الخوان الحل الوحيد، الحل الوحيد هو انه دخل في الجبل. دابا الناس كتشوف تيكورت مسرحيه مشى ما زين وتهادو تهادو خلى على الله. انت جهازنا فكار بيبليك. لا دابا اللي زوينه هو انه الناس اباتوراب كتشوف ديك الساعه كتشوف غير اونتر اكسيون اي كوبي في التلفزه والسينما، كتشوف غير لا سين في السبكتاكل، ولكن دوز يومين في الطريق ودوز ثلاث ايام في الطريق وهاد العذابات بعض المرات ما تيشوفهاش. ما خافيه كان عارف شركه الانتاج غدا بك في شي كار مع الناس صاحبي، مع المواطنين ومع الناس، مع المواطنين. صاحبني كار بوحدكم زعما براد بيت قال لك تعصبش في هاد البلاد. علاش المرتبه الخامسه؟ هاد لافير هادي طلعنا ليها المرتبه الرابعه. هادشي في 2005 2006 باقي عادي. سمعت انك حامل؟ اييه.
حمل بيدخل الوطنية حمل أبو المساكين هنا صار وصلت يا أخي زوينة هذه الحملة إيش كتهضر نزلوا على سلامتكم نزلوا على سلامتكم مسرحية مسرحية نزلوا على سلامتكم مهمة مسرح أكواريوم هي مسرحية رائعة كتقوموا من خلالها بجولة وطنية وفي هذه المسرحية القصة ديالها ماشي النساء اللي كيحملوا الرجال الرجال كيفاش؟ نزلوا على سلامتكم هي مع فرقة أكواريوم إخراج وكتابة نعيمة زيطان كاين أنا والصديقة جميلة الهوني وعصام محرم كذلك عصام الدين الفكرة هي أننا بغينا نخدموا على باتيرنيتي لأنه هو كان مشروع خاص كان كوموند أن كيفاش نهضروا مع المغاربة الذكور يعني الرجال أنهم كيفاش يوعوا بالظروف اللي كتمر بها المرأة الحامل لأن حنا الأغلبية كنعرفوا المجتمع ديالنا المرأة حاملة صافي خليها راه كتبقى راه هذه والراجل ما كيكونش واقف معاها بزاف ما كيكونش فاهم هذا الإطار دونك في الخدمة فكرنا باش نوعيو ونقوموا بالتحسيس الرجال علاش أجي نفكروا فكر براسك أنت بس وأنت اللي حامل في بلاصتك كنفكر فيها وهذيك المعاناه ولي زورمون ديال الجزائر كتفكر فيها كنفكر فيها كنتخيل راسي غندير الاجهاض غدا ما يصبرش ما يصبرش هي على هذه كيفاش ان المراه ملي كتكون حامله كيكون عندها نفسيه كتبدل ليها لي زورمون ديال الجسد المعنويات ديالها كامله كيتبدلوا وهذاك الشيء علاش كنشوفوا بزاف الحالات ديال الطلاق كتوقع في وقت الحمل لان الراجل ما كيكونش واعي ما كيكونش فاهم هي ماشي قصه ديال الوحم شنو الوحم على شنو واقع في الدماغ وفي الهرمونات راه خاص غير خاصنا الوعي يعني الراجل خاصو يوعى بان ديك المراه شنو كيدوز عليها دابا عادل 19 شهور هي هزه بنادم عادل دار الاشهار دار الفلاحه ودار العقار باش يوعي الناس واخا اشهار كيفاش يعرفوا المعلومه دابا حتى في المسرح شوف كيفاش لي ميساج يعني ضروري من الرساله في الفن ديالنا ياك عادل خليه يجاوبني على هذه الله يعطيك السر ما كديرش شي حاجه غلط انت لا ضروري خاص الميساج شحال من حاجه ما كنخدمهاش لان ما فيها حتى شي حاجه ما كنبغيش نديرها حيت هذه سميتو كان هي غتبقى على المبادئ ديالك اللي كتامن بها هي غتمشي تقلب على الفلوس هذيك هضره اخرى ومن حق اي واحد ماشي ضد بالعكس كل واحد يمشي يقلب مي ما كنلقاش راسي نلقى راسي في حاجه ومشي ندبر على حاجه اخرى دابا باش توصلي لي واحد المعاناه خصك تكون عشيهم باش انا نشوفهم فيك انت كيفاش عشتي دابا المعاناه ديال وحده حامل عشت مع مرتي مع اختي الله يخليها لك عشت مع خالتي عشت مع عائلتي لان ما كاينش واحد اللي ما عندوش امراه عنده في الدار يا ام يا اخت قرات مع البال بيان سور ما يمكنش راه عتير الله يكون في العون ما تخيلش ان شحال ديال العائلات دابا كيوقع لهم لي فوسكوش عرفتي اش كيوقع للمراه ملي كيوقع لها فوسكوش انا حيت عشت هذه الحالات مع العائله وهذي انا ولا غير المراه كيكون عندها اربعه الدراري ولا خمسه والراجل ما مساليش ولا خدام شكون اللي قال لك ان راه انت مسؤوليتك انك تربي ولادك راه ماشي غير مسؤوليتها حتى هي فهمتي دونك موضوع مهم بزاف وكيدافع على المراه المغربيه على القضيه ديال المراه الوضعيه ديالها على الحمل وانت في المسرحيه كتوحم على فرويد ميغ تورج اللي في فرويد ميغ هو كاين البحر هو كاين البحر ديال البحر الميت تراجي كوميدي فين كاين كوميديا الموقف فين كيبدا ربما اكثر السي عادل تبارك الله عليك عادل واحد اسمح لي واحد القضيه انت عادل شتي كيتكلم بعض المرات عادل الى سيغ سبيكتاكل ياك يقدر يكون ساعه ما كاينش تكست ولكن لعب لعب لو سيلونس لعب ليموسيون لعب بزاف حوايج فصف اول نجم صف اول في المسرح هو عادل ابصوره لا شوف انا تنقول هادشي اللي عارفين انا دوزت واحد التجربه مع السي عادل اللي كانت اول لقاء كانت كوميكس كافي في ميدي ان تي في شحال هادي تقريبا شحال شي سبع سنين واخيلا وكنا كنديروا دي سكتش وسط واحد القالب اللي هو بين سيت كوم وبين هذا وكان لي الشرف انني تكوتشيت على يد سي كان لي الشرف تكوتشيت من عند سي عادل الاباطورة في ديك الفتره بالضبط وهذا كان عبد الفتاح باقي نعرفه كان فتح نسرين كانوا بزاف جليله تلمسي جليله تلمسي اوكي مع مصطفى الهواري كان كذلك كوتش معايا بس
الناس. ودابا غادي ندوز لواحد الفقره ديال بغطاط، تحدي بغطاط اليوم، فقره جميله بزاف. تلونسيها انا ولا نلونسيها انت؟ نلونسيوها بجوج. يلا ثلاثه جوج واحد، تحدي بغطاط. التحدي اللي عندنا اليوم هو غادي نعاونوا هاد السيده هادي باش تبيع السلعه اللي عندها فوق الطابله. كاين عندها مسيمنات، بغيريرات، شنو اخر؟ البطبوط. البطبوط البطبوط البطبوط. ما بقاش. بما انني واحد من عشاق المسمن والبغرير، فكانت الوجهه ديالي الاسواق الشعبيه، وبحثي كان على السيدات اللي تبيعوا هذا النوع من الماكولات. وقع اختياري على هذه المره اللي قبلت نجلس حداها نصد على راسها لمده زمنيه معينه. هادو لي كيش 10 دراهم ديال البيتزا، 10 دراهم. والخل كيش 260. السوق كان عامر، وكاع الناس كان همهم الوحيد هو واش يوجدوا الفطور قبل ما يودل المغرب. شوف عندك مسكل وراه مقردوم. زيد عاوتاني زيد. ها 1000 ريال. هاد السيده هادي كتصور طرف الخبز حلال مطيب، مريحه هنايا مظله، ياك مرتاحه ما برزتكش؟ لا الحمد لله. خالتي كي دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ شي بغيريرات، شي مسيمنات، شي رزه القاضي؟ تعاوني معانا، راه الشمسه قهراتنا وبغينا نمشيو نحيدو من هنا، بقى لنا بزاف، ما بقى لنا والو. خودي وحده ونعطوك ثلاثه فابور ان شاء الله. المهم تيشي بغيريرات، شي مسيمنات، شي منوي، والو ما فاطرينش، صايمين اليوم. شريف، شي مسيمنات، شي بغيريرات، شي بيتزا، شي كيش، والو. انت كتحسي بان راه انت عندك الكليان ديالك، ما كاينش اللي يديه. خالتي بسم الله، تفضلوا بسم الله. شريف بسم الله، مسيمنات، غرزة القاضي، بغريرات، بيتزا، زيد اجي خود، طيبيطات. ها؟ وزوين، ولا خديتي منه غيطلع زوين، اما هو دابا بحال هكا راه كاع ما عرفنا كيفاش غيطلع. الناس ما بقاوش باغيين هادشي ديال المسمن، قال لك حنا بغينا ناكلوا البيسكوي. البسكوت. كاينين صحابو اللي غيجيو. كاين انا عشان شاش كندير لي انا؟ ويلي عشان راه غندير دابا التحدي، درنا البيع، المرة الجاية غندير التحدي ديال غنجمع هادشي كامل وناكلو دقة واحدة. بطبوط صغير ها هو. بغيتي هذا ولا بغيتي الآخر ديال اللي صغر منه؟ بغيتي هذا؟ أنت سخر وقالو قلب بطبوط. سير قول لهم راه لقيت واحد السيد قال لي هذا هو اللي كاين. الصحة والراحة. الله يعاونك. الله يسهل لك الصحة والراحة. الله يجيبك الخير. اللهم آمين. الله يرحمك الوالدين. اللهم آمين. الله يسهل عليك. اللهم امين. اللهم امين. الله يسهل عليك. لا تالوالك ولا الوالدين، سيحتو غير الوالدين. اللهم امين، بارك الله فيك، شكرا بزاف. ايوا كيعاون. قلت لك دوز معاك وقيته زوينه، انا ما كرهتش نزيد نبقى معاك هنايا. دابا كنبان لك انا زعما مشروع ديال واحد يجي يدير طابله ينافسك هنا. يجي مرحبا بي. ها؟ مرحبا. وندي لك الكليان ولا لا؟ فيهم صحتك اللي مشى عندك، الله يسهل عليك. الله يحفظك، شكرا بزاف. بارك الله فيك. هاد التحدي طراو لي جوج حوايج. الاولى هي انني من بغيت ندير التحدي مشيت لواحد الاسواق بعاد كنقلب، مشيت لدرب السلطان، حي محمدي، في الاخر لقيت على ان السوق اللي قريب لينا هو اللي فيه مولي المسمن اللي غادي نقدروا. الثانيه هي ان ديك مولات المسمن هي الوحيده اللي تقبلت انها تخليني نخدم معاها، وخدمت بعت معاها واحد شويه، وانا كنبيع وكنبريزونتي اجي واجي، كنلاحظ على ان عندها دي كليون بزاف، عندها بزاف ديال الناس كيجيو يتقداو من عندها وعارفينها، ماشي زعما انا اللي درتها البروموسيون ولا. والحاجه اللي عجبتني بزاف هي ان هاد لي كليون اللي كيجيو عندها ماشي من طبقه واحده. كتقدر تلقى واحد مثلا واحد السيد واحد الجوج حطوا طوموبيله واعره لابسين مزيان وهبطوا باش يتقداو، وانا بديت كنقول لهم زعما جيو خذوا هادي، لقيت على ان كاين واحد كتعرفوا وكعرفوا يعني هي واحد السيده اللي مشهوره بزاف ومعروفه في ديك البلاصه، وشكرا لها بزاف حيت خلاتنا اننا نعيشوا هذه التجربه معها. تحيه كبيره لهاد النساء الرائعات اللي كيقربوا لنا حنا هاد الماكله الزوينه اللي كنأتتوا بها مائده الافطار، وتحيه لكل مره خدامه على وليداتها. عادل ابا تراب كان معنا في حال هذه الوقيته هذه، امين بابيلون ختمنا ليميسيون معاه، غنى كانت معنا، هدى سعد ختمنا ليميسيون غنات، شنو تغني لنا انت؟ مطرب مطرب جميل الله يعطيك احراج. لا ماشي احراج، صيتيها مزوله عينك فيها. يديرها 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 اللي دايرها يقد بها. والله اش بالك شي مقيطعه يلاه خبيتيت علينا عافاك. شوف حنا بيناتنا دابا شو مطروان لا حول ولا قوه الا بالله. والله الا غتعداو المسلمين والمتفرج نعاونوك بشي حاجه، حنا كنساعدو في الذوق العام. سيدي سير اش غادي نغنيو؟ اه اش غادي نغنيو؟ هي الحياه حلوه ليه؟
الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حليما يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا وبيك عمرت سواقي حلتي فنوى وراك مرعيا وبيك عمرت سواقي ونحلتي فنوى وراك مرعيا نلتقي في خشبة موازين تبارك الله الله يرحم اللي مات في ناس الغيوان والله يخلي لهم صحتهم اللي باقي في العالم الله يرحم هذو اللي كانوا كيسمعوا لينا وزعموا ودنيهم شكرا لك بزاف عادل اباشوره ملي جيتي طليتي علينا شكرا لك اسامه بزاف شكرا لك بشرى اختي باسو خويا الحبيب كنشكركم بزاف على الدعوه ونفرحان ورمضان مبارك سعيد وتبارك الله عليكم وعلى ميديا ان تي في والجمهور ديالكم اللهم اجعل هذا البلد امنا 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 يا رب اللهم امين شكرا جزيلا ونسينا احنا كنونسوا يوميا مباشره الجمهور واعزاء المشاهدين على ميديا ان تي في من 5:45 للـ7 ومن دابا شويه غادي نمشيو للجزء الخاص ببلاطو نوفل العوام الان نتلاقاو معك نوفل من بعد الفاصل ومن بعد نواصل مرحبا بكم في برنامجكم دوق وتمتع في هذه الحلقه غادي نصوب لكم واحد الشهيوه اللي هي الكراتان ديال فواكه البحر او لي فروي دماغ بلي بات والطون تبعوا معايا مزيان اول حاجه الكراتان ملي كنهضروا على الكراتان كنقولوا لا بيشاميل هذا البيشاميل سبيسيال علاش لانه عوض نديروا الماء او الحليب درنا الحليب وطيبناه مع العظام ديال الحوت واحد شويه باش يطلق النسمه ديال الحوت من بعد كنحيدوا العظام ديال الحوت كنصفيوه عاد كنزيدوا لا بيشاميل يعني الزبده والدقيق وكنخلطوهم وكيعطيو لا بيشاميل نورمال كما العاده اذا اول حاجه غادي ناخذوا لي فروي دو مير غادي نقبطوا المقله ديالنا وغادي نسخنوها غادي نديروا طبيعه الحال زيت العود بسم الله وغادي نشحروا لي فروي دماغ ديالنا باش يكونوا منسمين بطبيعه الحال شويه ديال البصله والثومه بطبيعه الحال حيت الحوت كيبغي الثومه او فواكه البحر فواكه البحر كيبغيو الثومه بسم الله بطبيعه الحال فواكه البحر تقدروا تطلبوا مول الحوت ديالكم او كتبقاوه تشريوه في مجمد او تقدروا تقولوا لمول الحوت ديالكم يخلط لكم فواكه البحر ركعتكم كل حاجه منها شويه كيف كتشوفوا فواكه البحر ها هي دابا كنشحروها مع زيت العود كنزيدوا شويه ديال القزبور والمعدنوس بسم الله ردوا البال الا كانت فواكه البحر مجمده ردوا البال وانا كتلق الماء دونك حاولوا لا بيشاميل تكون ثقيله واذا كان فواكه البحر فريش او جديده راه ما كتلقش الماء غير كتشحروها مع الزيت وصافي ودابا كنقبطوا فواكه البحر كنشحروها وكنحطوها دابا في الكاسرونه ودابا غادي نزيدوا لي بات ديالنا انا عندي لي بيني ولكن اللي موجود عندكم في لي بات تقدروا تحطوه اي نوع من لي بات تقدروا تخدموه ودابا غادي ناخذوا البشاميل ديالنا وغادي نزيدوها على لي بات و فواكه البحر اللي مشحره بزيت العود والثومه والبصله والقزبر والمعدنوس ها هي غادي نخلطوها كلها نخلطوه دابا طبيعه الحال من بعد نخلطوه وغادي نزيدو كيف كنقول منين كنقول فواكه البحر او الحوت لا بد من شويه ديال الحامض كيعطي واحد النسمه زوينه عصير الحمض اولا نحكو جلف هذا الحمض والعصير ديالها ومن بعد كناخذوا البلا اغراتا اول حاجه اللي هي مهمه وهو بوغي لي بلا شنو هو بوغي لي بلا وهو كنديروا الزبده كنحكوها في القاع ديال البلا اغراتا
باش كيجي من السم بالزبدة. من بعد ما بغينا البلا اغراتان ديالنا غادي نقبطو هاد الخليط او الحوت او لي فروي دي مير او لي بات غادي نحطو في البلا اغراتان ديالنا. بسم الله. كيعطي واحد المذاق هائل خفيف و الكبار والصغار كيعجبهم. الحاجه اللي غادي نزيد فيها وهو الطون، كيعطي واحد النسمه سبيسيال. غادي نقبطو الطون ديال الحك او الطون مصبر كنحطو فوق منه. بسم الله. ومن بعد كنزيدو فيه الفرماج باش يتكراتينا. هو فرماج محكوك، فرماج الاحمر عادي ديال الكراتان. ومن بعد غادي ندخلوه للفران تقريبا 15 دقيقه باش يتحمر. الكراتان ديالنا وجد، ذوقو تمتع. اهلا بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الرابع والاخير من برنامجكم اليومي على ميديان تي في رمضان، معنا من هذا الاستوديو الرباطي الخاص. ضيفنا اليوم كما تابعتم معنا في الجزء الثاني سامي راي. سامي مرحبا بك. الله يعزك خويا نوفل لك بابيك. الله يعزك. خديتي شويه من وصفات الشاف موحى، دابا راك عزابي قلت ياك. ممكن انا ملي خرجت من الدار ديالنا احنا سيليباتير صافي لونت وانا كنطيب بوحدي. راك عارف المسؤوليه كيما انت فنان في الراي فنان في الكوزينه. الحمد لله كنطيب مزيان. مزيان والله العظيم. الا زعما كيجي عندي صحابي قال ما قال لي كندير لهم شنو عندك مراكش. مرحبا والله خويا مرحبا كاع انت والطاقم كامل وكاع المغاربه مرحبا بهم. الله يحفظك. كاين من يقول انه وربما توافقني ولا تختلف معي انه كاين واحد الجيل ديال الشباب المحدثين المجددين كما كاين المحدثين في الادب العربي وفي الشعر العربي وغيره، كاين المحدثين والمجددين في عالم الراي. سحبوا منكم البساط ام انه جيل له حقه ان يسطع ويلمع ويكون عنده قاعده شعبيه وجماهير؟ هذا الجيل اللي درتي لي هو جيل سحابي. سحابي عابر. عابر يعني عابر، لان شو سبحان الله نعطيك واحد المثال. الشاب حسني الله يرحمه مات، باقي لدابا كيسمعوا الناس لان ستيلو اللي كيغني والطريقه ديال الكلام نقي. حتى في الطريقه ديال التسجيل ما كاينش الاوتوتين، ما كاينش داك لي زيفي داك التقنيات الماكياج، يعني كتسمعوا في اللايف كتسمعوا هكذا. يعني هذا الجيل ديالنا حنا ماشي نقول حنا قدامين، حنا قدامين في الحرف. انا عندي تاريخ قديمه ولكن المتجددين الحمد لله كاينين حاضرين. غير هو لي ستيل اللي كاين دابا دو ستيل كاينين في السوق. نسمعوا واحد ستيل اللي طالع في السوق ماشي طالع عنده يعني اكثر مده شويه، كيتعلق الامر بالسرحاني، يعني احد النجوم الجدد اللي فريمون يعني داروا بلاصتهم في السوق. نتابع هذه الاغنيه للسرحاني في المناظر. سامي سايس سايس سايس، فين كتصنفها ولا هذا يعني الثوره الشبابيه في فن الراي؟ هذا السيل دابا اللي كتشوف دابا حنا في البريفي، يعني في الصوالي ديال البريفي كنغني هذا الشيء. هذا الراي كما كيقولوا المريل المداحات والتمريل وهادشي البويبه، حنا كنقولوا له كما بالمعنى انا نجيك فاس كما كيقولوا، كيقولوا له الراي المشرمل. علاش؟ حيت الراي المشرمل هو اللي واحد السيل اللي كيتغنى بزاف غير في ليكاباغي. ولكن يعني شباب اليوم كتشوفهم في طومبيلاتهم طالقين هذه الاغاني، كتشوفهم حيتاش هو كتشوفه نجم كيطلع كيدير الحفله ب عرفت التذكره كتكون ب 10000 درهم وزايده كاع. داكشي غير داكشي غير هضره ديال التذكره ب 10000 درهم ولا ب 20 درهم، حنا كنعرفوا شنو حنا ولاد السوق كنعرفوا شنو زعما غير هضره. هذيك غير هضره. هذيك شوف اي واحد عنده لسان يقدر يقول على راسه اي حاجه يطبع على راسه اللي ممكن. انا غير كنقول لك حنا نهضروا على السوق يعني من ناحيه النقاه ولا كاليتي، يعني هذا ستيل عابر موجه. وشحال من واحدين راه كانوا غير عملوا ودايرين سيكسي بلا ما نذكر الاسماء باش ما يقولكش يحارب وتعطى ويديروا نعم. يديروا من الاخر. على العموم راهم كانوا بحال اللي معمرو كانوا كاع يعني كيبقى ديما شوف كيبقى ديما الاصل، الاصل كيبقى هو اللي كيبقى في التالي كيبقى يدور وما كيرجعوا للاصل.
الحمد لله كنغنيو الاصل وكنغنيو لوغاي انترناسيونال عالمي. الشاب خالد راه جاو مورا هاد الجينيراسيون دي جينيراسيون اللي ولاو معروفين على خالد وكذا كي، ولكن كيبقى خالد ديما خالد. وخالد ملي كيدير غير اغنيه واحده ولا جوج العالميه. صحيح، انت درتي اغاني ايضا وخلطتي بين كانوا الكره لك علاقه بها يعني وطيده بزاف. أغنية فيها ميسي ورونالدو غنشوفوا مقطع منها قصير ونطلب تعليق منك لأنه جاب ميسي ورونالدو أنا ما فهمتش. أوكي. وخدت كل ميسي ولا رونالدو ما تدريبليش بيا ودرني باستو. وخدت كل ميسي ولا رونالدو. سي سامي يقدر يقول لك قائل إنه طيب هذا الرأي اللي فيه لعبتي بيا تكون ميسي ولا رونالدو، طيب فين كتصنفوا؟ رأي راقي ممكن يغنيها الشاب خالد، ممكن كان حسني مثلا يغنيها في يوم من الأيام. هذا دابا باش نشرح لك المسألة، هذا واخا تكوني ميسي ولا رونالدو يعني حنا كنعرفوا اللي اللاعب اللي عندنا معروفين هما ميسي ورونالدو، بحال غير فيها معنى. واخا زعما تكوني كتلعبي ما بغيتيش دير البوز زعما بميسي ورونالدو. لا لا لا, لا, لا. ما كاين. وأصلا هذه الأغنية لاحظتيها لحتى تقريبا صافي شي شي سيموا ولا 8 شهور ولا ما في عام ولا ما عندها شي عدد، ما عندها شي ما عطيتهاش واحد الحق في الاعلام. كنت مرتبط بالكره نورمال، عندك اغنيه جميله جدا عن كنت اغنيه للشغب على الشغب وعلى الرجاء والوداد. كيف الرجاء راح نقع مغاربه، كيف الرجاء راح نقع مغاربه. هذه كنت اقترحت اخي نوفل، كنت اقترحت من عند واحد المخرج، واحد المخرجه سينمائيه، واحد الكاتب بلا ما نذكروا اسماء، اللي هما اللي كانوا اتصلوا بيا ودرت كانت جينيريك موسيقى تصويريه ديال الفيلم ديال خضره حمراء اللي كان لقى واحد الاقبال كبير في المغرب وانا في المغرب في تونس الجزائر. يعني هذا الفيلم هذا انا درت له نسمعوا شويه. وي نسمعوا كيف الوداد كيف الرجاء احنا قاع مغاربه. كيف الوداد كيف الرجاء، كيف الوداد كيف الرجاء، كيف الوداد كيف الرجاء. اذا كيف الوداد كيف الرجاء؟ رجاوي رجاوي ولا ودادي؟ انا خبزاوي، انا ما رجاوي ولا ودادي ماشي مشكل. انا بيني وبينك اللي عزيز عليا الفروق كامل والله العظيم. غنيتي للمنتخب ما نساوش، غنيت الاسود الاطلس. يعني ما عنديش واحد الفرقه زعما مع الرجاء بحال الوداد بحال المولوديه بحال ما غاديش نورطك. هذا حقك المشروع، وليتي دبلوماسي في الحديث عن الكره وعن انك رجاوي ولا ودادي، ولكن بغيت بلا دبلوماسيا نسمعك بشي حاجه من وحي شهر رمضان الفضيل قبل ما نمشيو لفقره الرساله. ندير غير واحد الطريف ديال واحد الاغنيه قديمه هي ديال المشيخه، وكنعاودها الشاب خالد والشاب انوار اليبوك بالمناسبه ديال الشهر الكريم. ومغين ويقبلوا عليا راك في الصيام ولا فوا راه مشكل ولا فاتيك والطريق. الله يلا وحبيب الله، الله يلا او رسول الله، صلوا على النبي اصحابه عشره، محمد المنور وزين البشره. الا الا السعديه يا ميمه الرسول، الا الا السعديه. الله يلا وحبيب الله، الله يلا ورسول الله، صلوا على النبي اصحابه عشره، محمد المنور وزين البشره. يا 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 يا. شكرا لك سامي، الله يكبر بك. الله يسعدك سيدنا محمد. مشاهدينا الكرام نذهب لفقره الرساله، فقره ثابته في برنامجنا رمضان معنا، ويواصل الزميل ياسر المراكشي تجسيد عدد من الظواهر الاجتماعيه. اليوم الحديث عن فتاه تحاول النصب والاحتيال على والدها بالحصول على أمواله قبل وفاته عبر البحث عن شاهد زور يستطيع التوقيع على توكيل لها. كيف كانت ردة فعل المارة؟ نتابع. التجربة اللي غنشوفوا اليوم هي ديال السيدة اللي كتقول أن الأب ديالها تنازل على جميع الممتلكات ديالو، وكتطلب من الناس أنهم يكونوا شهود على هذه الوثيقة هذه، وفي نفس الوقت كتعامل معها بطريقة غير جيدة. نشوفوا ردود الافعال ديال الناس كيفاش كانت. السلام عليكم. السلام خويا، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الله يخليك. هذا با
وانا بنته. ياك كاين هنا واحد المحلف كاتب محلف هنايا خبير محلف وداك الشيء طلب لينا واحد الشهاده وطلب لي جوج شهود شاد لي واحد السيد وباقي لي سيد اخر. هذا اب ديالك؟ اب ديالي اه. شهاده معاك؟ اه. شنو ليلا؟ شنو ليلا؟ تسكت اب اسكت. هات هات اخويا هاي شتي كيفاش شتي راه شتي اوراق رسميه وداك التخربيق بزاف كتعاقب عليها راه شي ولد الزور كيفاش؟ الشهاده راه ما كاينش الشهاده ولكن كاين ما كاين معني بالامر تقول لي شهاده لا كذبش عليك. السوق قلقتيني ومشيت ورجعت بغيت حتى درتي تبعتي. عييت 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 عصبت. واش هو على هو كان بحال هكا؟ وتعصبت وتعصبت. على هو كان بحال هكا؟ متفق الشريف على هذا الشيء هذا؟ السيد راه خصو يمشي للطبيب بعدا بان ليا ما كيفاش يمشي للطبيب؟ ما واعيش بهذا الشيء اللي باغي ديري ليه. كيفاش ما واعي ما فهمتش؟ زعما بحال دير لي وكاله هو مرفوع بان ليا السيد ما ماشي في الوعي ديالو. بسكوت طلع داك السري لا ما سكت عنده زهايمر وكاينه مرات البول الواليد وداك الشيء بعافاك بعافاك الا ما سكت الله يرضي عليك وسكت ابا خلينا ندوي مع الراجل سكت سمعتيني ها هي الشيء انا نزلت على كل متعي وانا قيد الحياه وفيك علاش اخويا؟ هو معايا هو معايا هو عنده لا كارت ناسيونال ها؟ كاين با كاين با اللي معني بالامر يا والدي هذا الشيء راه ما كيديرش راه كنصحك كيفاش شرح لي انا ما فهمتش شرح لي هذه شهاده ديال الشهاده ما ديرش شهاده وكاله وكاله ديال عامه ما يمكنش وكي راه واعي وعارف تبارك الله قرا القران السلام عليكم السلام عليكم معكم قناه ميديان تي في هذا مشهد تمثيلي وجهك ماشي ديال هادشي هذه الدنيا فايته فايته كما كتبغوا ولاد والديكم بغيو ولاد الوالدين ديال الاباء رجال راه كلشي فايت وسيتو في العصر ما بقى ما يفرح والمصائب لك حلاوه هذه والسلام عليكم الله يعاونكم ما يمكنش انا نشهد تنشهد ولا كان شي زواج كان شي واحد كنعرفه كان في العائله تقدر تشهد بهذاك لان شنو اللي خلاك تشك في هذه الحاله واخا هي كلها مجمل هذه الحاله هي كلها مشكوكه شكرا بزاف على التدخل ديالك هادو الممثلين ديالنا في المشهد هذا خويا بالنسبه لهذه الحاله هذه كنعيشوها في المجتمع المغربي بزاف كنلقاو بان الناس بحال هكا تيكونوا في هذه الحاله هذه ما تيتعاونوش معهم الناس ولادهم بزاف وداك الشيء وتتجي بحال هذه الحاله هذا نورمال ما خصهاش تكون خص ولادو يتعاونوا معاه وخصنا ما ندخلوش في هذه المسائل حنا مثلا انا دايز انني نشهد مع شي واحد ما تعرفش شنو واقع في العائله ديالو ما عرفش شنو ما يمكنش ندخل نجي ندخل ما يمكنش نكون طرف ما يمكنش اسمح لي شكرا اخويا لك شكرا شكرا قلتي لي ان هذا الشيء ماشي قانوني وهذا الشيء ما كيدارش لان هذه اوراق رسميه لان ما يمكنش الانسان غادي يشهد على شي حاجه سميتي يشهد في وكاله عامه والسيد ما عرف حتى شي حاجه والسيد غير داز الطريق ما كيعرف ما كنعرفك هذا الشيء ما يكونش خصو ما يكونش لان كاين الناس اللي كيبيعوا الشرف ديالهم الكرامه ديالهم بحال هكا بهذه الطريقه هذه ولكن ما يمكنش الله يحسن العون على كل واحد ولكن هذا الانسان عنده ضمير والضمير راه كيخدم على مولاه شكرا على التدخل ديالك في هذا المشهد هذا أهلا بكم مشاهدينا الكرام تابعنا وتابعتم فقرة الرسالة آخر فقرات حلقة اليوم من رمضان معنا سامي راي بنت باغا تاخذ توكيل ديال باها بواقي على قيد الحياة استغلت مرضه شاهد الزور من الزنقة حتى واحد ما بغى يشهد ليها مثل هذه الأمور كاينة في مجتمعنا؟ كاينة بزاف كنشوفوا بزاف بحال المشاكل هذه وهذا زعما دابا الوالدين بعدا يا خويا شنو نقول لك واخا يوصلوا اي لاج ولا يمرضوا ولا يوصلوا اي حاله الانسان خصو يتمنى والديك راه بركه الا حطيتهم في الدار عندك راه بحال شي بركه شحال من واحد حط مع معيش مع والديه ناس كبارين وما عرفش بان راه داك الخير اللي كيدخل له داك وليداتو اللي كانوا مرضيين مهديين راه من داك الوالدين انت مرضي الوالدين؟ الحمد لله مرضي الوالد والوالده بجوج والله العظيم ماشي زعما راه دايز في اللايف وراه كيتخوت فيك الحمد لله كل شيء مرضي سيمو سيمو شاب امير امير خويا رشيد اختي سناء اختي منى في النجليز في لندن الحمد لله كل شيء مرضي الوالدين ما عنديش زعما شي واحد خرج على الطريق ولا كي داير علاقتك بشاب سيمو شاب امير بخير تروك يا خويا راه خويا راه خوك راه غيكون خوك كبير منك غيكون عزيز عليك ولا خوت كاملين تكون بيناتكم واحد العلاقه حنا الحمد لله ربونا داك الشيء كل شيء كيرجع من العود يعني كيفاش تربينا مع والدينا حنا حنا الام ديالنا كانت سيمو اكبر منك اه هو الكبير فينا كاع في الدار كلها هو البكر هو البكر ديالنا كيفاش كيجيك الفن ديال خوتك؟
تبارك الله فنان الشاب. فيديوهاتهم بالملايين تشاهد في اليوتيوب. تبارك الله سيمو فنان وشاب امير على تبارك الله واحد الصوت غريب. شاب امير لدرجه ان باقي عقل كان سمعوا محمد لامين اللي كنحييه من المنبر ديالكم بقى شاد في راسو. اعجبوا صوته. تبارك الله في المواويل وفي المقامات. وسمعنا شي حاجه موال. شي موال واخا راني زعما صايم واحد الدوخه اخر ما غنسمعو منه اللي كيدير لنا شي مشكل ديك شي موال داك الموال ديالي اللي معروف به الحجاز ديال ربا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عليك سامي راي قبلوا عليا ان ما خصش نجيستي انا راه غنسمعك انا بوحدي من وراء الفطور. شكرا لك شرفتينا في رمضان معنا والتوفيق لك ان شاء الله نسمعكم مع ميديا ان تي في اللي عز علينا ومع التكنيك تبارك الله عليهم جنود الخفاء. بارك الله فيك وانا جيت مسرور لتواجدي معك. شكرا لك وان شاء الله تبقوا من رواد اغنيه الراي للحفاظ على هذا الفن الجميل الذي لديه عشاق بالملايين على ارض المملكه. بهذا مشاهدينا نصل لختام حلقه اليوم من برنامجكم رمضان معنا في جزئها الرابع من هذا الاستوديو الخاص. العوده لاستوديوهاتنا المركزيه معك اسامه ولقاؤنا باذن الله يتجدد يوم بعد. شكرا لك انا وفل وصلنا لنهايه الحلقه. تهلاو بزاف في راسكم غدا ان شاء الله حلقه استثنائيه مع ايكو. ما تنساوش بيناتنا رمضان معنا. فعلا رمضان معنا وان شاء الله غدا حلقه جديده وضيف جديد رمضان معنا وحنا معكم فقط على قناه ميديا ان تي في ومباشره من استوديوهات الرباط. فطور شهي.